عليكم السلام حبيبي دكتور. اهلا دكتور، اهلا وسهلا، هلا بيك، الله يسلمك. تمام، اوكي، تحبون نبلش؟ مهندسين، تمام، هسه بس 38 دقيقة، 8 ونص، تمام، يلا خلينا نبلش هنا. احنا اخر شيء وصلنا للبارحة، عرفنا الماتيريالز من قائمة ديفاين، عرفنا المواد، عرفنا الحديد، وعرفنا الكونكريت المستخدم بهذا المثال او بهذا الموديل. اليوم راح نبلش هسه تعريف المقاطع. طبعا هنا راح نرجع للشكل، راح نعرف البيم. البيم هو مطيني اياها، قال لي اسيوم اول بيم 25 في 60 سنتيمتر. عندنا السلاب ثيكنس 20 سنتيمتر على الكونكريت نفسه، وتبقى عندي فقط مقاطع الاعمده. عندي هنا نوعين من الاعمده، او بحقيقه ثلاث انواع من الاعمده. عندي عمود اللي هو عباره عن 50 في 25 اللي هو بنفس سمك الجدار، او عندي 25 في 50، تمام، وعندي هذا العمود اللي هو هذا العمود اللي يكون بعرض 25. عندنا بس بعد الطول مالته ايش قد؟ هسه راح نحسبه، راح نحسبه من الشكل، تمام. هنا اذا راح نبلش بالبرنامج، راح نرجع الى برنامج الايتاب من قائمه ديفاين، نختار سكشن بروبرتي. من سكشن بروبرتي فريم سكشن اللي راح نعرف بيها البيم والكولوم. وعرفنا سابقا بالمحاضره السابقه انه اكو ثلاث نقاط، معناها راح يكون عندي مربع حوار، هو هذا مربع حوار. بالبدايه هنا راح اقطع شنو، او راح الغي حقيقه، راح الغي التعاريف السابقه الموجوده اللي هي بالديفولت للبرنامج. شلون؟ هنا عندي امرين، يا اما ديليت بروبرتي او ديليت مالتيبل بروبرتي. شنو الفرق بين هذول الاثنين؟ هنا اذا اريد امسح مقطع مقطع، اذا اريد امسح مقطع مقطع من هاي المقاطع المعروف المعرفه، يا اما كونكريت، يا اما مقاطع ستيل، عن طريق ديليت بروبرتي. يعني اضغط على ديليت بروبرتي يقول لي يعني اذا تفيد مثلا شلون مثلا نمسح او نلغي هذا، عفوا هذا ديليت بروبرتي، اوكي راح الغي ديليت بروبرتي. هنا راح الغي مقطع مقطع. اما اذا اردت الغي مجموعه مقاطع، فهنا راح اضغط على ديليت مالتيبل بروبرتي، اختاره، راح احدد من اول مقطع الى اخر مقطع، تمام، واضغط على ديليت سيلكتد فريم سكشن. اوكي، هاي تعرفوها اكيد، تعرفون اني شلون سلكت على هاي المجموعه مباشره. راح اضغط على اول مقطع، اوكي، واروح على اخر مقطع. بس قبل ما اضغط على الكليك الايسر للماوس، اضغط ويا الشيفت. الشيفت راح يسلك ما بين اللي انا اختاريت المقاطع، يعني لو اختاريت مثل هذا المقطع واريد اختار المجموعة المحصورة بين هذا المقطع وهذا المقطع، اوكي، فراح اضغط على الشيفت قبل ما اضغط على هذا المقطع اللي اريد انه المجموعة اللي تنحصر فيها. فراح اختار اول واحد، اضغط على الشيفت بالكيبورد، واضغط على اخر مقطع، اوكي، راح تسلك جميع المقاطع اللي هم بيناتهم، اضغط على ديليت سيلكت فريم، تمام. نفس الشيء العملية راح اعيدها ويا هذا الجزء، اهم نفس الشيء، ديليت سيلكتد فريم. طبعا هنا ليش ما قبل؟ ليش طلع لي هاي الرساله؟ ليش طلعت لي هاي الرساله؟ هنا بالبرنامج يقول لي لازم، يعني شرط ان يوجد مقطع واحد على الاقل معرف في هاي النافذه، لازم. هسه هنا راح اضغط على اوكي، راح يخلي لي مقطع واحد فقط، تمام. انا هذا ما احتاجه، راح بعدين من اعرف المقاطع البيم والكولوم الغي امسحه بعدين. زين، راح يجي في بالكم سؤال، راح تقولون زين احنا ليش اصلا لغيناه؟ ليش لغينا هاي المقاطع الموجوده هنا؟ ليش لغيناها؟
موجوده وانا يعني اضيف نيو بروبرتي او اد كوبي اوف بروبرتي مقطع جديد وما ياثر عندي ما راح تاثر عندي ولا وين راح يصير الخلل يعني مو الخلل اذا انا ما منتبه او ما منطي التسميه الصحيحه او هذا من اسوي سيلكت او من اسوي اساين للمقاطع راح يصير عندي كم هائل من المقاطع فلازم يعني اركز المقطع اللي انه من اضغط كليك بالكليك الايسر من اسوي سيلكت لازم انتبه على المقاطع ليش لانه مطيني هو مطيني بحدود 30 مقطع وانا عندي الاربع مقاطع وياها فصارت شلون يعني صار بيها شويه يعني لازم انتبه من اختار المقطع فاحنا مبدئيا انه مقاطع انا ما احتاجها ما راح استخدمها بهذا الموديل اذا ليش هي موجوده ليش تخربطني تمام اذا هسه راح نبلش بمقطع جديد اللي هو بيم ابعاده مثل ما موجود بالمثال 25 في 60 سنتيمتر اذا راح اختار اد نيو بروبرتي اختار اد نيو بروبرتي طبعا الامبورت نيو بروبرتي لا هاي انه شلون استورد مقاطع من مكان معين انا ما احتاجه انا راح اختار اد نيو بروبرتي اوكي ضغطنا على الاد نيو بروبرتي هاي منها ايش راح يصير عندي راح يصير عندي هنا مجموعه من شنو مجموعه من الخيارات اوكي يا اما يقول لي اذا كان المنشأ كونكريت او مقاطع كونكريتيه هاي هنا اذا كان ستيل او سبيشال او ستيل كومبوزيت هذا هنا ستيل كومبوزيت اللي معناها هو كونكريت زائد ستيل ستيل كومبوزيت اللي هو عباره عن مثلا شلون تيوب مقاطع مثل تيوب كانه مقاطع مربعه او مقاطع دائريه واصب بداخلها كونكريت او تكون بالعكس مقاطع مثل سكشن اي ويكون محيط بفريم او محيط بقالب من الخشب واصب بداخله اوكي الكونكريت هذا يكون كومبوزيت اما السبيشال طبعا هاي هنا استفاد من عدها في حاله الاوتو سيلكت سيلكت ليست اذا كان المنشأ فولاذ او من الـ يعني سي ستراكشر هاي كلش استفاد من عدها طبعا بها او النون بريزماتيك اوكي او انه اختار الديزاين او سكشن ديزاين يعني هنا اذا كانت عندي مقاطع اذا عندي مثلا مقطع ما موجود ما متوفر واريد اسوي مثلا كان يكون حرف L مثلا بالكونكريت او اي مقطع كان اوكي بهاي الحاله لا يعني استفاد من هذول يعني من هذول المقاطع عندي مقاطع جاهزه استخدمها هنا اوكي واجي اسلحها انطي التسليح الافتراضي له واشيك بعدين احنا مبدئيا احنا ما عندنا هذا الشيء add new property راح اختار احنا متن المقاطع هي عباره عن مقاطع كونكريت حياته كونكريت هو مربع اوكي مستطيل عفوا فاذا راح اختار كونكريت سكشن عندي هنا ملاحظه راح تقول زين الستيل المقاطع الفولاذيه يعني فقط هذول المقاطع موجوده يعني بس الاي او الدبليو الشانل التيوب يعني مربع البوكس تيوب او السيركولر او البايب سكشن بس هذول لا المقاطع طبعا ما يذكرها كلها بهاي الناس لانه هي كلش هوايه لا يخليها وين عند السكشن شيب يعني لو اختار مثلا هاي النافذه هاي هنا اغلب المقاطع موجوده هنا المقاطع السي الشانل التي الانجل الدبل شانل الدبل انجل التيوب البايب كلها اغلب المقاطع حتى البارهم تكون موجوده اوكي هاي هنا كلها مقاطع موجوده بالاضافه للكونكريت الترابيزويدال اوكي الريكتانجولار سيركل طبعا هنا يا اما اختارها منا المقطع يا اما اختارها منا مثل الكونكريت بوكس البايب اوكي يا اما اختارها منا يا اما اختارها منا ماكو اي مشكله نفس الامر فاذا راح اختار الكونكريت ريكتانجولار هذا هنا اوكي راح تحلي هاي النافذه تمام بتعت لي هاي النافذه هنا بهاي النافذه اول شيء راح انطي التسميه النيم اوف بيم راح انطي التسميه راح اكتب عليها مثلا P1 اذا كان عندي مجموعه من المقاطع للجسور وتختلف من جسر الى جسر مجموعه مقاطع فانطي تسميات P1 P2 P3
اوكي على مود اميز بين المقام. طب مقاومه الانضغاط مالت احنا قلنا 30 ميجا باسكال الديفولت. طبعا هنا ينطيني كذلك في حاله اذا انا ما مفعل المواد او ما معرف الماتيريالز بالامكان تعريفه من هذا الامر. يعني من هذا هنا لو تشوفون هذا المربع اللي ثلاث نقاط، هذا معناه مربع حوار. يعني اوكي هذا المربع حوار لمن تابع؟ تابع الى الماتيريال، تابع الى المواد، الى تعريف المواد. اذا يا اما مثل ما سويناها البارحه محاضره البارحه من قائمه ديفاين عرفنا الماده، او هنا بس طبعا يفضل حقيقه افضل انه من ديفاين اعرف المواد بعدين اعرف المقاطع. في حاله اذا نسينا اضافه مقطع مثلا او نريد نغير على مقطع معين بعد ما يعني مثلا هنا، فراح اضغط على هذا الاد اد ماتيريال منه اوكي واختار الماتيريال اللي اني راح اشتغل عليه. مثلا كونكريت في 30 ميجا باسكال، اختار الموديفاي واشتغل على يعني اشتغل شنو المتغيرات اللي بها، او اذا اريد اضيف ماده. تمام اوكي اجي الى هنا الى السكشن دايمنشن دايمنشنز الدب والويث. اوكي راح انطي الدب دائما العمق هو يكون البعد الاكبر، والويث العرض يكون راح انطي هنا ايش قد قلنا عليها 60 عفوا خلينا نعطي التسميه من البيم انطيها 60 في 25 سنتيمتر. تمام هذا المقطع مالتنا، اذا هنا راح نعطيها 60 اوكي. هنا طبعا الوحده اللي يريدها من عندي او المطلوبه بدلاله المليمتر. تمام هنا انا مطي ال 60 سنتيمتر. بهاي الحاله يا اما انه انا اعطيها 600 احولها الى المليمتر، او اذا كانت عندي بوحده اوكي كان تكون فوت او انج او اي وحده واريد اريد احولها الى الوحده الاخرى. يعني مثلا اريد احول وحدات من الـ من الـ من الـ من الوحدات الامريكيه او البريطانيه الى الوحدات الاس اي يعني العالميه، الوحدات العالميه اللي هو الوحدات المتريه. اوكي اذا اريد احولها هنا بهاي الحاله فقط اكتب اسم الوحده وياه، يعني 60 سنتيمتر او 60 انج او 60 فوت مثلا، مباشرة البرنامج راح يحولها إلى الوحدة المطلوبة. مباشرة راح يحولها إلى الوحدة المطلوبة، يعني 60 سنتيمتر كتبت عليها راح أضغط على انتر. أوكي حولها مباشرة إلى المليمتر. كذلك هنا فيا أما الوتس أكتبها 250 أو أكتبها 25 سنتيمتر، طبعا بفراغ أو بدون فراغ ما راح يأثر. أوكي أضغط على انتر مباشرة يحولها من السنتيمتر إلى المليمتر. فحقيقة هاي من الشغلات الجيدة جدا، أنه في حالة إذا مثلا الوحدات واحد مثلا يريد يحول من نظام إلى نظام، أوكي فهاي الخلايا هي عبارة عن أكتب مثل ما سويناها البارحة، مثل ما قلنا البارحة محاضرة البارحة، ويحول إياها إلى الوحدة المطلوبة. أوكي هنا شنو اللي عندي هنا؟ طبعا هذا هنا قايل لي الفريم، ما قال لي تعريف البيم ولا قال لي تعريف الكولوم. هنا مطيني فريم سكشن، زين هذا شو يعتبره هسه؟ هذا المقطع ال 160 في 25 اللي هي مواد مالته كونكريت في 30 ميجا باسكال. اوكي هل هو اعتبره بيم لو اعتبره كولوم؟ اوكي بهاي الحاله طبعا هو انا اعتبره كولوم. ليش؟ لان عندي هذا حديث تسليح على النيتشرال اكسس. اوكي فهذا اعتبره كولوم هنا، لازم اغير انه اعتبره بيم. شلون اعتبره بيم؟ طبعا من الريفروسمنت، هذا هنا من الريفروسمنت موديفاي اور شو ريبار منا راح اختاره اضغط عليها. اوكي هنا يقول لك ديزاين تايب، هنا الديزاين تايب هل هو كولوم او بيم؟ اوكي فلما اختار البيم راح يعني البرنامج راح يحول الفيو، هسه راح يتغير عندي الفيو اوكي من
من كولوم الى بيم. طبعا هنا التوب بار هذا هنا يعطيني، انت يسالني الكفر تو لونجيتودينال ريبار، اوكي اللي هو الكفر مو الكلير كفر، هنا الكفر تو لونجيتودينال ريبار انفروسمنت الى التسليح الرئيسي. ايش قد عندي؟ احنا نعطيه دائما اوكي 60 60 التوب والبوتوم. هنا اذا كان عندي حديد تسليح مختلف لللونجيتودينال او التايب او الكونفيرمنت يعني الاستيراف، اوكي اذا كان الاستيراف اوكي حديد تسليح من نوع مثلا مواصفات اخرى او من نوع اخر فراح انطي مواصفات حديد التسليح. اما اذا كانت اللونجيتودينال الحديد الرئيسي الحديد الثانوي نفس مواصفات الحديد اوكي فراح نبقيها نثبتها مثل ما هي، نثبت هاي اوكي بهذا. وما عندي بس تعريف، فقط تعريف هذا التعريف الريبار اف واي 420 ميجا باسكال. تمام، اذا احنا تاكدنا من انه الديزاين بيم. هذا شوف الفيو، هنا الفيو من اضغط على اوكي شوف الفيو شلون راح يتغير. هنا الفيو شلون راح تتغير عندي. اوكي اضغط على اوكي، هنا صار عندي لغالي ظهور حديد التسليح. اوكي هاي هنا لغالي ظهور حديد التسليح، هذا شنو معناها؟ معناها انه صار المقطع او اعتبر المقطع هو مقطع بيم. تمام تمام. سؤال. نعم تفضل استاذ. بيم هذا بيباع توب فيو؟ نعم بيباع الشكل توب فيو، فهسه ما يطلع لي الشاشه. اي تمام اي تمام صح، لانه من كان كولوم صح هو دي يشوفه كأنه من توب فيو بحيث ما عندي يعني بدون مقطع. صحيح، من كان المقطع كولوم اعتبرناه كولوم اوكي هو دي يشوفه هنا من التوب فيو من المقطع انه هو دي يشوف الحديد اللي بي. صحيح تمام اوكي. فاذا نرجع نحوله من الريفرسمنت من موديفاي او شو ريبار، هنا راح احوله الى البيم ونضغط على اوكي الفيو ما هنا اتغير. طبعا عندي بعض الاوامر الاخرى حقيقه من الموديفاير هنا من الاستيفنس البروبرتي او الاستيفنس موديفاير فور اناليسيس اللي هو التورشنال والمومنت للبيم، وعندي للكولوم وعندي هذا بعدين نجي عليها ان شاء الله، او حتى بالنسبه للويت او الماس او الويت حقيقه للوزن، لانه هنا حقيقه حتى اكو فاكتور انه نقلل يعني يعطي فاكتور اقل من واحد. ليش؟ لانه نقطه الربط بين البيم والكولوم هاي كانه انا اخذ هاي النقاط الربط في اثنين، فاكو هنا معادله انه نقدر يعني نعطي الوزن الحقيقي للمشه من ناحيه الديد لود. اوكي هاي مو وقتها، بعدين ان شاء الله شويه شويه اذا الله سهل ونجي عليها. تمام، فاذا احنا عرفنا المقطع الاول البيم. اوكي تمام، صار عندي مقطع هنا بالامكان حقيقه بالامكان ان الغي هذا المقطع. اوكي من ديليت بروبرتي اوكي ديليت، اذا صار عندي فقط البيم الموجود. نيجي للصورة أو نرجع للمخطط، ومثل ما قلت لكم هذا المخطط حقيقة يعني مو مالتي، أنا أخذته من الإنترنت من مهندس حسن زرعي. تمام، فإذا الكولومات هذول، هذا الكولوم عندي هذا المقطع وعندي هذا النوع من آخر من الكولوم وعندي هذا الكولوم الثالث. هنا أنا عندي خيارين، يا اما اعتبر هذول الكولومات عباره عن كولوم واحد اوكي وبالامكان انه اسوي له روتيت اوكي دوران بزاويه 90 تمام اوكي وهذا اعتبره المقطع الثاني للعمود، او اكو خيار اخر انه هذا اخذ مقطع وهذا اعرفه كمقطع وهذا اعرفه كمقطع، يعني يصير عندي ثلاث مقاطع. احنا المقاطع تعريف المقاطع راح نعرفها، فاذا خلينا نستفاد من شغله الدوران الروتيت، شلون اسوي له روتيت؟ اذا راح اعرف مقطعين، راح اعرف هذا المقطع
اوكي اللي هو عباره عن 50 في 25 تمام، وراح اعرف هذا المقطع وبعدين احنا من نريد نرسم راح نسوي له روتيت، نتعلم شلون يصير الروتيت، شلون يصير الدوران تمام. فاذا عندي مقطعين للكولوم، راح اختار اد نيو بروبرتي تمام كولوم هاي منه، وراح اجي لل زين بهاي الحاله ايش راح اكتب هنا هسه، خلينا نشوف ايش راح نكتب هنا. راح نكتب سي 1 كولوم الاول اللي هو عباره عن 25 في عفوا 25 في 50 سنتيمتر. اوكي الكونكريت سي 30 ميجا باسكال. هنا دير بالكم مهندسين هنا في حاله اذا كان اكو مقطع ثاني مثل عفوا تعريف مواد ثاني للكولومات، يعني دائما الكولوم يطيب في مقاومه الانضغاط تختلف عن مقاومه الانضغاط في ستاب البيم، في بعض الاحيان يطيب مثلا اكثر، يطيب مثلا 35 ميجا باسكال للاعمده او 40 ميجا باسكال، فهنا لازم انتبه من ناحيه الماتيريال اوكي اختاره. المهم عندي سي 1 25 في 50 سنتيمتر، هذا هنا الريكتانجولر راح انطي البعد هنا 50 سنتيمتر اوكي، وانطي هذا البعد 25 او 250 مباشره مليمتر. هنا هو معتبرها كولوم اوكي، ما عندي بها ما عندي اي مشكله هنا تمام، راح اختار اوكي عرف لي هذا المقطع. اجي اضيف المقطع الكولوم مقطع الثاني للعمود، نجي هنا شلون راح نعرف الطول العمود ايش قد طول العمود هذا. هذا هنا انا البعد اللي عندي العرض هو 25 سنتيمتر ما عندي مشكله، ايش بتطيني قايل لي من الحافه هنا من حافه هذا الكولوم الى السنتر لاين، الى سنتر لاين الجدار ايش قد مطيني اياها، مو مطيني اياها 1 متر تمام. اضافه عندي شنو بعد، عندي نص الجدار هذا هنا، نص الجدار هذا اي زائد شنو زائد 12 ونص، يعني ايش قد راح يصير، راح يصير مو راح يصير 112 ونص سنتيمتر تمام. فاذا انا عندي الكولوم هذا الكولوم هو 12 ونص سنتيمتر زين. انا راح اسالكم سؤال، ليش هذا ما اعتبرناه شير وول؟ اوكي خليها في بالكم. او شنو الشرط ضمن الاي تي اي؟ ضمن الاي تي اي اي طبعا تقدر 100% اي تي اي كود 2018 ما اعتبرناه شير وول لانه الشيب مالته نفس شيب العمود. نعم. فاحنا نقدر نعتبره انه هو عمود ما مأثر، ما كان عندي مثلا بشكل سي او هيك شيء حتى نقدر نقول شير وول اثر علينا او مثلا جدارين في توقعي تماما. نعم اوكي بس اكو شيء بالهذا اكو بالكود، شيء بالكود الاي تي اي شنو الشرط اللي انا اقدر اعتبره كشير وول، شو بدي اعتبره شير وول وشو بدي اعتبره كولوم، اكو في الشرط بالاي تي اي نسلم عليه بعدين. عندي في البعد شنو الفاكتور اذا زاد او قل عن هذا، اذا زاد اعتبره أكثر من 0.75 من الطول. نعم أكثر من 0.75 من الطول يعني. لا 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 أفضل الطول ما أكثر بالضبط بس هو 5 أضعاف العرض أو أكثر حتى يكون شيرو. تمام صح، إذا كان أكثر من أكبر يساوي 5 أضعاف من العرض تمام، إذا كان الطول وراء أعتبرك الشيرو أوكي تمام، نرجع عليه ان شاء الله. اذا انا عندي الابعاد هسه حاليا راح اختار شو تقولون، نختار اد نيو بروبرتي لو اد كوبي اوف بروبرتي؟ اد كوبي اوف بروبرتي حتى نغير في شغلات بسيطه تمام عشان ايدك احنا هو هذا كولوم، انا هنا عندي خيارين واثنيناتهم صح، الخيارين صحيح الاد نيو بروبرتي والاد كوبي اوف بروبرتي اثنيناتهم صحيحه، بس اكو واحده اسهل من الثانيه، انه بما انه هي بما انه هي كونكريت وبما انه هي عفوا قصدي كولوم والتفاصيل، اذا خليني اختار اد كوبي اوف بروبرتي انه البعد مالتي 25 نفسه، فاد كوبي اوف بروبرتي هنا راح ياخذ المقطع اللي سويناه للعمود
اوكي راح ياخذ من عنده النسخه، بس النيم لازم نغيره لانه ما يصير مقطعين بنفس الاسم بنفس الاي دي. اوكي فاذا هنا سي 2 راح اكتبها 25 في 112.5 سنتيمتر. اوكي راح امضي هنا هذا البعد اللي هو 112 ونص سنتيمتر، اوكي اللي هو 1125 ملم، 1125 ملم، وهذا هنا 250 ملم. تمام هذا الفيو، هذا فقط يعطيني الفيو الموجوده هنا بهذا الشكل. تمام راح اضغط على اوكي، هنا صار عندي هنا مقطعين سي 1 وسي 2. تمام كملت تعريف مقاطع البيم والكولوم اللي هو مقاطع الفريم، سكشن بروبرتي اختار سلاب سكشن، هنا سوليد سلاب، هنا حقيقه سوليد سلاب اللي هو سلاب 1 نفسه، فيا اما اضيف اد نيو بروبرتي او اد كوبي اوف بروبرتي او موديفاي اور شو بروبرتي. الافضل انه اختار موديفاي اور شو بروبرتي على السلاب 1 واغيره، اغيره من ناحيه الاسم، مثلا راح اسميه سوليد سلاب، سوليد سلاب. انا حقيقه ليش اسميه سوليد سلاب؟ في مرات انه يصير عندي اكثر من 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 نموذج انشائي للمبنى، عندي مثلا جزء عندي بي سوليد كانه جزء بي وفل سلاب او جزء بي روبيد سلاب. اوكي فبهذا الحاله انه راح اعطي خصائص كل مقطع، اذا كان روبيد سلاب خصائصه شنو، اذا كان وفل سلاب شنو خصائصه، اذا كان مثلا فلات سلاب مثلا او سوليد سلاب او يعني المهم اعطي او فلات بليت. اوكي اعطي مواصفات، اعطي الاسم على مود اعرف انه انا السلاب بدي اشتغل على اي سلاب. الثيكنس مالته ايش قد؟ الثيكنس التي اس 20 سنتيمتر، الثيكنس مال السلاب 20 سنتيمتر، كونكريت 30 ميجا باسكال. تمام الشلتن اوكي. هنا بالبروبرتي داتا، هنا هاي البروبرتي داتا هنا اللي راح تتحكم تايب، هاي هنا شوفوا هنا اذا كان الكدروب بانل السلاب، طبعا هنا السلاب يعطيني السوليد سلاب او الفلات سلاب، اذا كان دي دروب بانل اوكي هذا راح اختاره وانطي السمك الثيكنس اللي هو السلاب زائد الدروب. اوكي مال دروب بانل مال بانشنج شير. اوكي تمام هاي اذا تتذكروها صف رابع بالسلاب. الريبل سلاب تعطيني خصائص الريبل سلاب بالكامل، سلاب ثيكنس، الويت ات توب، الويت ات بوتوم، انه مرات تكون كتروبوزويدال هنا، والريب سبيسنج اوكي هنا وين اذا كان الريبل سلاب اللي هو كون واي سلاب او بالوفل سلاب تو واي، هنا راح يعطيني بعدين، راح يعطيني للاكس اكسس والواي اكسس. هذا هنا بالوفل شوفوا هنا اعطاني تو اكسس البعد، لانه هو عباره عن وفل، شلون البسكت او كذا راح تكون بالاتجاهين بالوفل سلاب. احنا هنا ما عندي وفل سلاب، عندي سول سلاب، راح اعطي فقط الثيكنس اوف سلاب اللي هو 200 ملم. تمام اختار اوكي. نعم ضمن هذا السلاب الدروب سلاب، قصدك السلاب فقط الدروب؟ لو اعطي المسافه كامله لا يعني من ناحيه الموديفاي حقيقه هذا الدروب، قصدك الثيكنس؟ لا لا الثيكنس اعطي فقط واحد يعني فقط الدروب اعطي للكل كل الثقل كل، لانه اذا اعتبرته فقط اذا انطيته فقط للدروب هو راح ياخذ الليفل مالته هو ارضيه الطابق، فراح يكون ضمن راح يكون مضمن ويا السلاب، يعني شلون داخل السلاب، فما راح ما راح يصير شيء. اي فتعطيه ثيكنس هنا حقيقه لا تعطيه ثيكنس كامل، يعني السلاب مثلا 20 سنتيمتر والدروب 15 تعطيه 250. تمام؟ عاشت ايدك. اوكي تمام اختار سلاب هنا راح اختار اوكي. اوكي عرفنا البيم كولوم سلاب. اكو شغله اخرى طبعا كلش مهمه، السكشن بروبرتي اللي هو الريفورسنج بار سايز، تعريف حديد التسليح. هذا راح تقول لي زين هو معرف، هو نفس المقاطع ونفس هذا، انا شو اسوي؟ انا ليش بدي اضيفه اصلا؟ هنا هنا حقيقه هنا اكو مقاطع هوايه اللي هي نفسها موجوده بالبروبرتي، هاي هنا بالبروبرتي يعني هاي هنا اذا اجي عليها بالبروبرتي بالموديل اكسبلورر بالكروزنج بار سايز، هاي هنا المقاطع الفولاذيه
البرنامج راح ياخذها، يعني راح يوجد يعني اقرب مساحه ضمن الاي اس توتال. اوكي البرنامج راح ياخذ مثلا اذا اخذ البرنامج القطر 14 او قطر 18 ملم، انا ما موجود عندي بالاسواق المحليه. زين البرنامج بهاي الحاله لازم اوجد كمساحه كليه، بعدين اقسمها على مساحه البار اللي هو 16 على مود اوجد احول يعني من 14 الى 16 كشلون اكوفالنت، اسوي معادلات اكوفالنت من 14 من 16. زين وليش هالدوخه؟ زين ليش انا ما الغيها من البرنامج؟ اي بمعنى عفوا مو من البرنامج، وانا ما ليش ما الغيها من هذا الموديل؟ مو افضل الغيها؟ طب تمام، اذا شلون الغيها؟ يا اما اختارها منها واقول له ديليت من الموديل اكسبلورر. اوكي اختاره واضغط على ديليت اي هنا. اوكي فكقطر 14 البرنامج بهذا الموديل ما راح ياخذه، يعني من يصير عندي الرو ماكس وراح اوجد من عندها او رو اكشوال وراح اوجد من عندها الاي اس توتال، وراها راح يقارنها ويا او راح شلون مثلا نقول نحولها الى كحديد تسليح اللي هو 16. 18 من هنا ما احتاجها فراح اختار ديليت، 22 ما احتاجه ديليت، ال 26 ما احتاجه، ال 28 ما احتاجه، اوكي ال 36 مثلا، يا اما منه يا اما من قائمه ديفاين سكشن بروبرتي اختار الفلوتنج بار سايز هنا اشيله. اوكي هسه شوفوا هنا اللغه القطر البار اي دي 14 اللي هو الدايمتر 14 ملم يعني اللغه، ال 18 ملغيه، ال 22 26 وهكذا. هسه هنا من راح اشيله طبعا هسه هاي هنا هاي عفوا خلي اقول له اوكي، هسه هاي ال 40 من اقول له ديليت، وهاي ال 50 كذلك اضغط على ديليت، وشوفوا هنا من ديفاين سكشن بروبرتي الكروسنج بار سايز. اوكي انطاني فقط هاي المتحددات اللي انا حددت فيها، حتى السته هاي فقط بالبحوث نستخدمها فما نحتاجها احنا بالبناء. 8 مثلا نبدي من 10 الى 32 هذول، فاقدر الغي 6 والغي 8 هم نفس الشيء. اي بمعنى انه انا راح احدد البرنامج، احدد البرنامج بهذا الموديل فقط على هالاقطار حديد التسليح اللي انا ثبتتها. تمام، فاذا بعد ما كملنا تعريف من ناحيه تعريف المقاطع، احنا عندنا بعد اللودينج اللود بعد ما عرفناه، بس حاليا بعد ما تعرف المقاطع وعرفنا المواد راح نبلش بقائمة الدرو الرسم. تمام؟ يعني اكو في التسجيل للشاشة يعني محاضرة تبقى عندنا خاف نحتاجها؟ نعم دكتور احمد؟ العفو مهندس احمد. مهندس احمد يعني تسجيل محاضره، يعني ورا ما تكمل المحاضره تنزل لنا مثلا بالجروب على مود احنا نحفظها. استعملت لا تسجل ما متابع انت ما متابع استاذنا. اي عزيزي انا هاي اول محاضره ادخلها، يعني صراحه ما ادري انه انتم البارحه ماخذين محاضره. نعم اي لا نازل دكتور استاذ احمد نازل. ممنون دكتور العفو استمر، اعتذر على المقاطعة. يا اهلا وسهلا، لا المحاضرات كلها مسجلة ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بيك. تمام اوكي، فاذا وراها من قائمة درو. اوكي من قائمة درو راح ابلش بالرسم، يا اما اختار من قائمة درو اختار الاوامر مثلا درو بيم كولوم هذول الاوامر، او حقيقة مباشرة من موجود على اقصى يسار النافذه هذول الاوامر سيلكت درو بيم كولوم درو الشول او السلاب هذول هنا نفس يعني الكشول من ناحيه الاوبننج او اوكيشن مال المصاعد او غيرها او هذا الستريب كلها هنا موجوده في ضمن اقصى يسار النافذه. قامت درو راح اختار هذا الامر. اوكي
هذا هو امر الدرو اللي هو عباره عن درو بيم كولوم. طبعا هاي شنو هاي بين قوسين هنا المكتوبه بلان الفيرجن 3D. هلا ارجع لها هنا بقائمه الدرو. هاي هنا تشوفون هاي الاقواس. زين ليش خلاها شنو بلان الفيرجن 3D؟ يعني هذا الامر الدرو بيم كولوم بريس يشتغل باي فيو، كان يكون توب فيو او الفيرجن سايد فيو او فرونت فيو او ال 3D. هذا ال 3D فيو، يعني هذا الامر اقدر ارسمه بال 3D، اقدر ارسمها بالبلان او اقدر ارسمها بالالفيجن. بينما هذا الكويك درو كولوم، هذول هنا هذا الكويك درو كولوم او الكويك درو سكندري بيم هنا فقط وين يشتغل؟ يعني فقط يشتغل بالبلان 3D، فقط بالبلان او بال 3D فيو فقط. يعني بالالفيجن لو كان عندي مظهر هنا او مقطع بالالفيجن، يعني مشتغل هذه النافذه وواجد الالفيجن هنا، الكويك كولوم ما تشتغل باي جزء من هذول الاليفيشنز. اوكي الفيو، ولهذا السبب هنا يعني منطيني فتنبيه البرنامج كلش حلو، منطيني تنبيه قايل ترى يعني دير بالك ترى يشتغل بس فقط بالبلان والثريدي. اوكي الفيو هذا هو، بينما مثلا هنا اوكي الدرو ريكتانجولار فلور اوكي يشتغل بالبلان والاليفيشن، هذا بال 3D ما يشتغل. يعني هذا الامر دير بالك، يعني هذا الامر اذا اريد ارسم هنا مباشره انه اختار بال 3D كانه اسوي السلاب كامل بال 3D، هذا هنا ما ينطيني هاي صلاحيه الرسم. الكويك درو اريا اراوند مثلا هنا شلون يسوي بالدرو بانل اوكي او كابيتال، هذا هنا فقط يشتغل بالبلان لا يشتغل بالاليفيشن ولا بال 3D. تمام، فهاي دير بالكم هاي هنا. فهاي الاقواس ترى يعني هاي معناها العمل مالته او وظيفته وين يصير باي فيو تقدر ترسمه. عاشت ايديكم. اذا هاي هنا احنا نجي للبيم درو بيم كولوم. تمام، قبل ما ابلش انتبه على البروبرتي، دير بالكم هذا قبل ما ابلش بالرسم لازم انتبه على البروبرتي هنا انه المقطع ما كان درجه ارسم بيم اوكي بي 1 60 في 25 مضبوط، continuous straight line. تمام، لانه هنا ينطيني انواع. طبعا هنا من اضغط كليك راح افعل هذه الخاصيه، يعني هاي هنا صح نشوفها كانه فقط داتا بيانات، لا هو بالحقيقه اكتف هذا straight line من اختارها. اوكي يقول ايش تريده arc multi line او multi linear sp line اذا كان حولت ملخص. طبعا هاي تفيدني وين؟ هذه اذا كنت اني مشتغل يعني كمخطط، عفوا اذا مخطط جايبها من الاوتوكاد، جايبها من الاوتوكاد واريد اشتغل عليك اكمل، فهذا كلش مهم. طبعا اوكي اوكي تمام، راح نبلش بالرسم. اذا راح نجي للرسم، هذا المخطط مالتنا الاول، هذا يا محور، هذا محور رقم 9 مثل ما قلنا جريد 9، هذا هو الجريد 8، هذا هو الجريد كان 7، هاي 6، هذا هنا جريد 5 وهكذا. فاذا هذا الجريد هنا عندي من 9 الى 7 راح ارسم هذا البيم، عندي هنا نقطه وبعدين اكمل الى 6. حقيقه انا هنا راح ارسم اللاينات العموديه او الجسور العموديه، البيم العمودي، وبعدين ارسم الافقيات، هاي تكون كلش اسهل لي. فاذا راح ابلش من هذا المحور من اي 9 الى 7، اي 7، وراها راح اجي الى 6 اللي هو المقطع مالته هذا الجزء هنا اذا تتذكروا هياته هنا، هاي الى 6 وراها راح ابلش بهذا البيم صاير على محور البي اوكي او محور الاي بي مثل ما قلنا اي واي بي، والى محور هذا هو 4 اوكي وهذا هو 3 جريد 3، اذا من 6 راح مباشره الى محور 3. اوكي هنا مستمر، هنا الامر الدرو بيم عندي مستمر. زين شلون اقطعه؟ هنا عندي امرين، اذا كنت بعد يعني اذا كان عندي يعني هذا الرسم الاخير وبعد ما احتاج يعني ما احتاج انه يتفعل او يكون مفعل عندي هذا الامر، اضغط على سكيب.
اذا كان بعد ما احتاجه، بس اذا انا احتاج اريد اكمل الرسومات مالتي اكمل الرسم، هنا راح اضغط كليك ايمن. كليك ايمن هو عمليه قطع، قطع هذا البيم وراح اجي اكمل. انا راح اختاره من هاي الجزء الى هنا، اوكي، من 6 الى 3 مثل ما قلنا، اوكي هذا بيم الثاني. راح اختار او اضغط كليك ايمن وليس اسكيب، كليك ايمن، اوكي انا فقط قطعته، بس يبقى الامر مفعل عندي. تشوفون الامر بعد الامر مفعل عندي. زين يلا نكمل بعد. عندنا وين؟ عندنا بهذا عندنا هذا البيم، عنده وين؟ هذا السي، هذا هو الاي دي، هذا هو الاي دي، يبدي من 9 الى 8، بعدين من 8 الى 7. هذا هنا عندي مقطع، هنا عندي كولوم نقطة ربط. اذا من 9 الى 8، من 8 الى 7، وبعدين من 7 الى 4. تمام تمام. وراها من 4 الى 2 الى محور واي اكسس اللي هو 2. تمام. اذا يلا نبلش. اذا راح نبلش بالدي من 9 مثل ما قلنا الى محور رقم 8، من محور رقم 8 الى محور رقم 7. هيا تدي ينطيني هو هنا كتابه، يعني من اوقف هنا ينطيني الجريد بوينت اي دي 7، يعني تقاطع هاي النقطه ومع محور الاي دي او محور دي مع محور 7. هذا هنا، هاي هنا وراها الى يا محور قلنا ان الى محور رقم 4، بعدين من محور رقم 4 اروح الى محور رقم 2. طبعا وين هنا من راح ارسم؟ بحط ايمن هنا من ارسم، راح يبين لي اياها وين؟ يبين لي اياها بال 3D فيو. اوكي هذا هو 3D فيو، يعني هنا اذا اريد افعلها بشكل اكبر، هاي هنا بينت من 3D فيو. اوكي هيا تبين هذا. اوكي طبعا هاي شلون فعلتها، هاي شلون فعلتها او سويتها بالاكسترود. راح اضغط على هذا الامر اكسترود فيو، الاكسترود فيو ينطيني اياها، يعني المقاطع البيم، يعني شلون المقاطع اللي هو ال 25 في 60 دب ينطيني اياها بالضبط. اوكي تمام يلا نكمل. هسه احنا بالفيو بالبلان فيو، نجي للمحور الوراء او العمود الوراء اللي هو عمود الاي. هذا هو عمود الاي، عندي من 8 يبدي من 8 الى محور رقم 7، وراها من 7 الى محور رقم 5. عندي هنا تقطع، عندي هاي هنا 5، بعدين الى محور 2، يعني 8 نبدي بمحور رقم 8، 7، 5، 2. تمام. نروح للبرنامج، من 8 الى 7، وراها من الى محور رقم 5، هذا المحور رقم 5 بالاي، اي 5، وبعدين نتحول الى محور رقم 2. هذا هو محور رقم 2. طبعا هو قلنا كلها كونتينيوس، هذا مو معناه انه انا قطعت، لا، هذا هو كله كونتينيوس. هذا انا بس اثبت هنا انه عندي مقاطع بالكورس. عندي بعد الاخير عفوا، عندي بعد الاخير وين؟ عندي اللي هو بهذه الجهه، طبعا هذه جهه المطبخ، اللي هي من محور رقم 5 الى محور رقم 2. تمام. من محور الاتش رقم 5، هذا محور رقم 5 الى محور رقم 2. تمام. اذا هسه انا كملت العامده، عفوا كملت يعني هي يعني في هذا الاتجاه او موازي الاتجاه الواي اكسس، او نقول الجسور العموديه على محور الاكس اكسس. اوكي راح ابلش من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني راح ابلش من الاعلى، عندي هنا بيم اكيد اللي هو هذا، هذا البيم الاول من هنا الى هنا، عندي هذا البيم الاول، بعدين عندي يعني راح يبدي من اي وينتهي بدي، من اي تو دي. اوكي تمام. من اي الى دي،
وبعدين عندي العم البيم الاخر اكيد هنا يعني لانه هاي رسومات مبينه عندي فاكيد من الدي الى الاي اكيد. اوكي خلينا نشيك من اي من دي الى اي عندي العم البيم اللي على محور رقم 7 هذا المحور رقم 7 هو تبين التقاطعات يعني تبين عندي التقاطع هنا عندي هذا التقاطع فراح يدي من محور دي من محور دي الى اي الى المحور هذا هذا المحور اتش جي اوكي الى هنا الى هذا المحور هذا الكونتينوس بيم او هذا هو الجزء كان كليبر بيم اوكي فاذا هذا من هنا هذا 7 الى الى يا محور الجي تمام كليك ايمن اوكي عندي هذا هنا اكيد هذا هنا عندي قطع بالبيم اكيد عندي هنا ربط بكولوم وعندي راح يكون بيم فاذا هاي هنا خلينا نتاكد هياته هذا اذا راح نوقف الى الى الكولوم من هنا من هاي من هنا الى هنا اللي هي نقطه هذا البيم وراها نكمل الى الى هاي النقطه اوكي من هنا الى هنا مال نقطه كولوم والى هنا هاي يعني فراح يكون راح تكون العمليه حقيقه كلش بسيطه يعني بس البدايات مالتي صحيحه تعاريف صحيحه الجريد انه قصدي ابعاد الجريد بالشكل الصحيح البقيه يكون البرنامج كل السلس وياي يكون كل السهل اوكي تمام اكيد عندي هذا هنا يشوفون هذا البيم وهذا البيم فاكيد عندي هنا ربط من هنا الى هنا ربط اكيد هنا راح يكون عندي ربط خلال نهايه الجسور مو ف 100% هنا الى هنا هاي هنا راح نكمل هاي الداخل عندي هذا هنا اكيد يعني هنا شوفوا هذا اكيد عندي هنا فراح يكون عندي بيم من هاي النقطه الى هاي النقطه اوكي عندي بعد عندي هنا وعندي هنا هسه نشيك عندي هنا على هذا المحور على المحور رقم 5 عندي هذا البيم وعندي على محور رقم 7 عندي عفوا رقم محور رقم 4 عندي هذا البيم اللي هو من الدي الى الاي من محور دي الى الاي وعندي هنا من محور البي اوكي الى محور الدي هذا البي محور بي الى الدي تمام يلا فاذا هذا هو محور رقم 5 هذا منا وعندي من محور رقم 4 مثل ما قلنا من الدي الى الاي هذا هو مقطع البيم ها وعندي هذا البيم المائل الى محور الاف من الجي الى الاف اللي هو هذا هذا محور الجي وهذا هو محور الاف هذا هنا فعندي هذا البيم اوكي فعندي هذا البيم من الى هنا اذا هنا بهاي الحاله هسه راح اضغط على اسكيب هسه اضغط على اسكيب بعد ما احتاج الامر رسم البيم نجي بعد ما كملنا البيم راح نرسم الاعمده هنا نقدر يا اما نرسم بنفس الامر درو بيم كولوم بس الكولوم هنا ما راح ارسمه بالبلان هنا لازم ارسمه بال 3 دي تمام بس هاي راح تكون عمليه صعبه نوعا ما الافضل ان اختار الكويك درو كولوم هاي اسهل يعني هاي كلش يعني هذا الامر كلش سهل بس هنا مثل ما قلت لكم انه لازم انتبه هنا نخلي بين قوسين فقط بالبلان وبال 3 دي يعني يشتغل فقط بالفيو مال البلان بالبلان فيو ويشتغل فقط بال 3 دي يعني اذا كان عندي اليفيشن ما راح يشتغل عندي تمام يعني بمعنى شلون راح تقول زين شلون يعني شلون راح نوجد الاليفيشن هنا يعني راح اختار هذا الاليفيشن مثلا اوكي واختار كاي مقطع كان مثلا اي سي يعني محور رقم سي او محور دي خلينا نختار الدي
اوكي بهذا الشكل هسه من اقول له ابلاي اوكي هذا هو الدي فظهر عندي بالاليفيشن هنا يكتب لي اليفيشن 3 دي فيو او عفوا هنا يكتب لي اليفيشن يعني بالنافذه ال 3 دي سابقا كانت موجوده هنا خلالي هذا الاليفيشن فيو فتبين عندي عمق البيم هنا هذا المقطع حاجه ثانيه ما احتاجه ارجع على ال 3 دي اوكي راح نبلش برسم الاعمده تمام بالكويك درو كولوم هنا راح احدد الكولوم بالبروبرتي مثل ما قلنا شوف هنا ايش مطيني يا مقطع هنا مطيني مقطع البين تمام هنا مطيني مقطع البين اذا هنا راح احدد الكولوم اللي اريده من هاي النافذه راح اشر عليها يعني اضغط عليها كليك يعني شوفوا هنا راح اضغط عليها كليك صح هي ما موجوده اللي طبعا اللي ما مشتغل سابقا هذا راح يشوف شوي صعوبه هاي هنا لا هاي هنا كل الانشطه كل الخلايا مثل ما قلت لكم واعيدها دائما اعيدها هي كلها عباره عن خلايا اكتف مفعله فاذا راح اختارها اوكي واختار الكولوم ابدي بعد اشر يعني شوفوا هسه هنا مثلا راح اضغط كليك انطاني بهذا الشكل انطاني هذا ال 50 الاكس اكسس هو البعد 50 والبعد الاخر هو شنو؟ هو ال 25 تمام؟ تمام فاذا راح اعرف انه راح اشوف وين الجسور اللي هي الافقيه عندي هذا هنا 50 في 25 عندي هذا العمود عندي هذا العمود اوكي عندنا هذا العمود وهذا العمود وعندنا هذا العمود فعندنا هاي الاعمده اللي هي راح تكون افقيات تمام اللي هو بعدها 50 في 25 تمام اذا ارجع للبرنامج هسه راح اضع الاعمده راح اضع هنا عمود هذا اول واحد اوكي عندي عمود هنا مثل ما قلنا بهذا التقاطع هنا عندي عمود هنا عندي بال بال بالاثنين وعندي هنا وعندي هنا تمام اوكي خلينا نجمع 1 2 3 4 5 6 6 عمده المفروض هي 6 تطلع هذا 1 هذا 2 3 4 5 6 تمام الاعمده الاخرى اللي عندي اللي تختلف عندي هذا 1 هذا 2 3 4 5 6 7 عندي هاي هنا سبع أعمدة بهذا الشكل بهاي الحالة ايش راح اسوي هذا هنا ارجع للبرنامج راح ارسمهم زين انا سمطيني حاليا مطيني الاكس اكسس ال 50 في 25 ممكن سؤال نعم تفضل صغير استاذ انت من قلت بوقتها عدلوا البيم تمام من سوينا نعم. هذا الشكل يعني شلون تقريبا شكله 3 دي مبين البيم انا كنت الضغط نعم. على البلان فمن دست هاي اشارتها بال شكل ما صار الشكل عندي حتى بالبلان هم نفس الشكل فانا ارجع على الرسم مال حتى اكمل رسم وياك يعني. زين ما راح يمشي حتى هذا محمد صحيح اوكي شلون نرجعها؟ نختار البلان الامر بلان نضغط على هاي النافذه اهم شيء تكون هاي النافذه مفعله يعني لونها ازرق تمام اوكي يعني من اضغط هنا صارت هاي ال 3 دي فيو هي مفعله من اختار هنا صارت هاي مفعله تمام شو راح اسوي؟ اضغط على البلان سيت بلان فيو اللي هو كنترول شفت اف واحد اضغط طبعا. عليها واختار الستوري فرونت لانه دائما يجي من الاعلى بالرسم وراها يسوي لنا وراها نسوي ريبلوكيت يعني كوبي للطوابق البقيه فيختار الستوري فتختار ستاد الستوري 5 وتقول له اوكي طبعا. خلاص راح يظهر عندك لا 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 مو هذا لا استاذ مو هذا قصدي استاذ نعم. احنا من سوينا هسه بعد شلون راسمها خطوط خط أنا عندي الخط كلش يعني كبير عريض العرض استاذ صار عندك اكسترود اكسترود استاذ ايه صار عندك اكسترود نعم انت مواقف هنا بس تمام. بس يعني بس اضغط الاكسترود او اضفي لك هذا الاكسترود
تمام اضغط عليه مره ثانيه تمام بس. تمام كم كم شكرا جزيلا تمام لا عفوا استاذ يلا تسلم حبيبي تمام لا عفوا اوكي سؤال نعم انا عندي هذا بس الاول بار ظاهر الثاني بار ما ظاهر يعني بس هذا المكتوب view define draw اي الثاني ما ماكو بختفي عندي ما ادري هل الايكونات موجوده عندك ما لا ماكو ثاني زين اضغط هناك كليك ايمن اضغط كليك ايمن هنا وخليهم صحيح هذول نشوفهم ها يعني اضغط كليك ايمن اي واختار الديزاين اختار الدرو يعني هذول الاوامر هاي اوامر الديزاين اوامر الدرو اوامر سيلكت والسناب والزوم اوكي هذا الاستخدام هذول اختار اضغط فوق على هذا البار فوق يا هذا الفراغ هنا كليك ايمن تظهر عندك هاي النافذه خلي صح على هذول الاوامر ما جاي يطلع عندي تمام عندك هاي يعني عندك هاي حالة أو حالة أخرى من قائمة أوبشن من قائمة أوبشن هي اللي هي مرات تختفي الموديل إكسبلورر إذا اختفى مثل موديل إكسبلورر أو اللغة مظهر فمن قائمة أوبشنز أختارها منها يعني شو مثل موديل إكسبلورر أي نوع شيء هنا راح تظهر عندك عندي بهذا البرنامج وبالريفت هم نفس الشيء مو يطلع من قوائم منسدلة نعم يختفي يعني لا. هل هو كراك بسبب التراك مع البرنامج ولا شنو هاي لا هاي مشكله عندك بالسيستم لانه حقيقه هذا ما يختفي يختفي جزء من عنده اي احتمال يختفي مثلا جزء من الديزاين مثلا السناب اي بس ما يختفي باكمله ما اتوقع يعني جزء خلاه بالبرنامج لو لا بالسيستم احتمال بالويندو زين بنصب بعد برامج برامج هندسية هم روبوت كذلك الروبوت هم كذلك هم صار ايش بس صار بالنص باقي عفوا يا برنامج الروبوت structural analysis روبوت اوكي يعني ملغية محذوفة مو لو موجودة باقي هذا بالنص باقي موجود نعم بس نعم نعم حمد دكتور ما راح اقدر لا تو نعم دكتور من نعم. قائمه اوبشن اسف على المقاطعه بس ثواني من قائمه اوبشن اي نعم من قائمه اوبشن اوبشن ديفيكالت تول بارز ديفيكالت من بارز اي بس ديفيكالت تول بارز هذا تول بار هاي ترجع الوضعيه الطبيعيه اي لا مو هو لا مو هو قال عنده حد يعني زين سويها بس ما يعني اذا كان عندك مشكله بالويندوز يعني بالسيستم اتوقع يفا سويها مهندس اياد سويها هسه حاليا شوف ترجع لك ريسيت ديفولت تول صارت زين طفي البرنامج وفتحه من جديد ترجع لك لون يعني طفي الغي يعني سوي له يعني كلوز شوف انحفظت يعني عافيه لا لا ترجع الوضع يرجع له الكراك ما يكون مشتغل عدل من هيك يصير تجيب البرامج اي صحيح اوكي كم دكتور تمام كم نعم شكرا. نعم استاذ دكتور رجع داخل دكتور نعم العفو على المقاطعه بس دكتور اني ما راح اقدر لا احضر محاضره اليوم ولا باكر لان صار عندي ظرف حيل طارئ يعني صراحه نعم لا هي خلصت محاضره اليوم صار عندك انت داخل يعني من البدايه لو هاي اول يعني هسه دخلت مهندس حمزه والله هسه يعني جدا ظرف طارئ كان عندي وهسه دخلت باكر ما راح اقدر احضر يلا ولا يهمك ولا يهمك ان شاء الله هي فيديوهات كلها محاضرات كلها مسجله مهندس حمزه تقدر يعني بسهوله اي وقت تراجعها واني هم موجود يعني تدلل اي ملاحظه اي شيء تحتاج ان شاء الله انا حاضر بس الايميل مالتك تقدر تنزل لنا اياه تمام زين اعطيك الرقم اللي بي واتساب وبي تليجرام ايوه سجل يا مات أيوة اذا عندك اي لا تدلل
اوكي عندك ورقه وقلم؟ اي اوكي تمام. اذا يلا خلينا نبلش. هسه راح نرسم الاعمده المتبقيه هنا. اذا من قائمه درو راح نختار بيم يا اما من قائمه درو يا اما من هذا الامر مثل ما قلنا. وراح نحول الى شنو الثلاثيه في 25. راح احول الانجل زاويه 90 من الانجل ديجري هاي الصفر امسحها واخلي مكانها 90 وانتر. اوكي شوفوا هنا العمود تغير صار الاكس اكسس هو 25 والواي اكسس هو ال 50 ملم. تمام. فاذا راح نسقط النقاط اللي نريدها. هاي الفقره بدون زحمه، بس هاي الفقره كررها بدون زحمه. تدلل تدلل استاذ هنا احنا لا العفو احنا لا مو اخذنا هذا الامر الكويك درو كولوم. هنا كانت الزاويه 90 يعني عفوا كانت الزاويه صفر، اي بمعنى ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني البيم يعني الاكس اكسس مالته هو بعده 50 في 25. انا احتاج حاليا ما احتاج ال 50 في 25، احتاج الاكس اكسس هو 25 في 50. يعني اسوي له روتيت، اسوي له دوران مثل ما قلنا. اذا بهذه الحاله شلون؟ من قائمه البروبرتي اوف اوبجكت، من قائمه البروبرتي اوف اوبجكت انجل ديجري هاي هنا اوكي راح احولها الى 90، اخذها 90 اوكي وابدي اسقط. شوفوا هذا شلون رسم لي اياها، حول لي اياها، حول لي من كان الاكس اكسس من كان الاكس اكسس 50 في 25 حسنا سوى من بس الزاويه 90 روتيت للكولوم صار عندي 25 في 50، صار عندي 25 في 50 اوكي. دكتور نعم هسه احنا الكولوم ندرسمه دي رسم بالسنتر عندنا، شلون اخلي اتش كولوم او كورنر كولوم؟ هاي يما نسوي لها يما نحركه عن طريق السلكت من قائمه سلكت او من قائمه سلكت اوكي واحركه بالبروبرتي وانطي مثلا خاصيه اوكي، او انه يعني من قائمه ديفاين. يعني انا اول مره اسلكه بعد من قائمه فريم انطي اللوكال اكسس. اللوكال اكسس طبعا هذه يعطيني دوران بالانسيرت بالانسيرشن بوينت. الانسيرشن بوينت هنا راح يصير شنو؟ راح يصير يعني موفينج، يعني راح يصير عندي دفع. هاي طريقه اولى من قائمه اسان، او انه انا عندي من بالكولوم، بس هاي شويه يعني مو مال مبتدئين، يعني مو مال اول محاضره حقيقه. بالكاردينال بوينت هنا بالكاردينال بوينت، بس هاي مو دائما تيجي مضبوطه، دير بالكم، حدد البوينت اللي انا أأشر عليها. فهاي مو يعني مو من ال يعني مو هز يعني مو مال كأول مثال انحدث، لا شويه شويه ستيب باي ستيب على مود يشوفون الموضوع كل سلس، يعني الموضوع كل سهل، بس هي راجل لها شويه يعني شويه ستيبات نتمشاها شويه شويه، لانه هاي بيها شروط، هاي بيها ترى مو انه انا فقط حددتها جبتها هنا وصار عندي سنتر وصار عندي كذا، لا هاي بيها انه بيها بعض الاوامر انه انا لازم انتبه عليها، انه من ارسمها على اي اساس سويت هذه النقطه، يعني من ناحيه السنترويد بيها اوامر، فهي لازم عليها شويه شويه بيها ستيب باي ستيب. بس احنا مبدئيا احنا بهذا المثال راح ناخذ السنتر، يعني كانه بدنا ناخذ السنتر الموقع مالتي او النقطه التقاطع هو السنتر للعمده اوكي، لانه هنا من احولها راح يصير عندي اذا تتذكر اي اي فلازم احسبها اوكي. المهم يعني اذا كان باي هاند يعني يدويا، المهم تجي بيها يعني نشرحها ان شاء الله في يوم من الايام اوكي. تمام اوكي استاذ عبد الهادي. اي دكتور تسلم. تمام عشان ايدك. لا بالعكس والله تدلل ان شاء الله، ان شاء الله في ايام هوايه ان شاء الله جايه، وان شاء الله يعني نسوي ستيب 2 هوايه اوامر ان شاء الله. تمام فاذا بس نخلي الاعمده هذا هنا، عندي العمود هنا بالبي 3 وعندي بعد اوكي هنا اتوقع اكيد بس نشيك اوكي عفوا هذا اي تمام هذا هنا، وبعد عندي وين عندي هنا
تمام، خلينا نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7 تمام. هاي هنا السبعه بالكامل، اسكيب او اضغط على هذا الامر، بس اجي شنو امسح هذول، عم البرنامج جاي يتخربط. اوكي امسح هذول رسمناهم تمام. وراها ايش عندي بعد؟ عندي هذا هنا، عندي كولوم الاخير اللي هنا، هذا العمود زين، او عندي هذا البيم. هذا هاي الحاله شلون راح اسوي؟ هاي هنا اوكي، اختار الكولوم، هذا العمود اغير البروبرتي مالته، اختار ال سي 25 في 112.5 سنتيمتر، هنا طبعا محددين 90 اوكي، فصار بهذا الشكل. لا ارجع على الصفر، الزاويه الصفر على مود يكون افقي، شوفوا هذا الشكل افقي، واجي هنا يعني راح اخليه بهذا الشكل اوكي، ولا ما راح يجي مضبوط. هاي بعدين نجي عليها شوي شوي، اذا نريد نسوي لها موفينج او حركه او هذا راح نسويها بهذا الشكل اوكي. طبعا هنا ما اجى مضبوط اوكي، هذه نقدر نحركه او ليش اوكي كنترول زد، خلينا نخليه بالنص ونسوي له موفينج بعدين تمام. يعني موفينج باستخدام الاساين، احدد الاساين فريم والانسرشن بوينت، من الانسرشن بوينت اقدر احركه تمام. خلينا نسوي والله انا على اساس انه بالبارت 2 بس، خلينا نسوي هسه بهذا، يعني بهذا لانه بس واحد عندنا، خلينا نسوي هسه. انا هنا اريد احرك الكولوم، هذا الكولوم اريد احرك هذا الكولوم، شلون احركه؟ بس المهم انه one frame selected، انه هنا حدد لي فقط فريم. دير بالكم هنا اكو فرق، هنا اذا كان select، اذا فتحت النافذه من اليمين الى اليسار شو راح يسوي؟ واذا فتحت النافذه من اليسار الى اليمين اوكي المشتغل راح يصير نعم اي راح يحدد الكل يعني ويا الاكسس، فيسوي له يعني شلون اول سيلكتد اول، بينما اذا في جوه فوق راح يحدد فقط الفريم اللي انا احتاجه تمام. يعني اذا كان من اليسار الى اليمين، يعني من الاعلى او من الاسفل، بس اهم شيء من اليسار الى اليمين مو من اليمين الى اليسار، صح؟ اذا كان السلكت مثل الاوتوكاد، عافيه مثل الاوتوكاد، شلون بالاوتوكاد يفتح لي النافذه الزرقاء والنافذه الخضراء؟ مو من اليمين الى اليسار تكون، من اليمين الى اليسار يفتح لي النافذه خضراء، واذا من اليسار الى اليمين تكون النافذه زرقاء تمام. هذا معناها شنو؟ معناها الخضراء معناها يعني سلكت اول، يعني اي مقطع يكون ضمن النافذه راح يسوي له سلكت، بينما النافذه الزرقاء لا، انه فقط اذا كان المخطط او العضو الانشائي او اي يعني الاوبجكت او الكائن يكون 100% داخل السلكت. بهاي الحاله شلون يعني هسه 100% العمود صار داخل هذا المستطيل، بهاي الحاله وان فريم سلكتد، راح يختار فقط هذا الكائن بالكامل. اذا من قائمه اساين اجي هنا من قائمه اساين فريم انسرشن بوينت اوكي، هنا راح احرك. طبعا هنا مو بالاتجاهات اللوكال، هنا لازم انتبه كوردينيت سيستم مو باللوكال، راح اختار الجلوبال اللي هو اكس واي زد. يعني هنا دير بالكم اللوكال راح يعطيني المحاور، محور واحد واثنين وثلاثه، وهاي تعرفوها مو بال بال بالفاينانت اليمنت او بال بالكونكريت، اذا كان هاي محاور ال الطوليه، يعني محور الكائن هو هذا محور رقم واحد دائما، الطول هو محور رقم واحد، محور اثنين المقطع الاكبر والبعد الاكبر بين الوث والدب، والثلاثه هو البعد الاقل. بينما الجلوبال كوردينيت سيستم لا، هذا هو يمثل محور الاكس ثابت، وهذا هو محور الواي، وهذا هو محور الزد اوكي. فهنا ما انسى انه احوله من لوكال الى جلوبال، انا باي اتجاه اريد ابعده؟ باتجاه الاكس اكسس. فاذا هذا هنا، هاي هي الاند اي، اريد احرك هذا الاند اي، واريد احرك الاند جي
يعني اريد احرك هاي النهايتين زين مش قد احركهم هنا هنا اصير ايش قد راح نص المسافه ناقص شنو اذا هو يعني متر على 2 وماشي لا بس ما تصير لانه عندي ناجدران مو هي هالمسافه ايش قد كلها نرجع انا عندي منا يعني هذا هو كله ايش قد متر و112 يعني 1 1 2 5 صح يعني 1125 مليمتر هذا المركز مالتي صح اريد احوله الى هنا هذا الجدار يعني كانه لو ارسم هذا كانه هذا البين الكولوم مالتي صاير هنا الكولوم تمام هذا النصف مالته ايش قد احركه نقدر يحسب لي اياها نص المسافه زائد سمك البيم صار 562 ونص ايش قد يعني هسه نص المسافه خلينا نقسم 562 اوكي 5 على 2 تطلع النصف 562 ونص لا انقصها بعد شنو انقصها من منو سمك البيم نعم سمك الجدار سمك البيم ايش قد سمك الجدار قصدك اللي هو ايش قد 29 ناقص 24 20 25 25 عفوا لا احنا قلنا 24 هاي 24 ايش قد تطلع لا عفوا لا كان المفروض يسوي ناقص عفوا تقسيم 2 تقسيم 2 اوكي يساوي لنا صح هذا اللي يساوي ناقص الانسر 24 ايش قد تطلع 538 انا اقول لكم لا غلط المفروض نضيفه دكتور ما ناقص نضيفه يعني ايش قد راح يكون يعني نصف المسافة زائد 24 ها 702 ونص 700 لا 700 راح يروح زايد لا مو 700 اوكي يعني خلينا نحسبها ايش قد يصير شنو رايكم مين يقدر يعطيني الرقم الصحيح اللي راح ابعده يعني لو نرجع المخطط هو المخطط كله متر يعني المخطط منا الى هنا هو متر تمام يعني المخطط ان من الحافه الى هنا راح يكون عندي يعني من السنتر لاين الى هنا هو متر هو صاير هنا يعني بالمنتصف يعني عندي المسافه ايش قد هنا عندي هاي المسافه اللي هي المسافه عندي هنا نص ال 1125 يعني 500 صار عندي 500 منا 500 منا 500 نعم الكولوم نصف الكولوم ناقص نصف الجدار هو هاي المسافه اللي راح تزحف يعني ايش قد نصف الكولوم اللي هو 56 ناقص نصف الجدار اللي هو 12 اي يعني 56 ناقص 12 44 اي يعني ايش قد اكتب 437 ونص يصير يعني اي شيء خلينا نقول 437 ونص 30 ونص بس باتجاه شنو باتجاه الاكس الموجب انا اذا احرك صح فاذا اخلي لها موجب 437 بس انا ما متاكد من عنده صح او غلط خلي يجي مثل ما قلت لا طبعا لازم اتاكد من اللوكل طبعا هنا رجعني لللوكل هاي دير بالكم دائما البرنامج من اغير من اسوي الكلوز بس اني يرجعني لللوكال فاذا الجلوبال باتجاه الاكس 437 ونص 437 ونص باتجاه الاكس اكسس هذا احرك اوكي راح اقول ابلاي عاشت ايدك تمام جود اي جود تمام 100% صح زين عاشت ايدك اوكي بس هاي اشرح لنا الطريقه استاذ انا ما فهمت الطريقه اذا انت تشرح لي اياها طيب هو الاستاذ يشرح لنا اياها يلا استاذ لا نرجع للمخطط مالتنا ويشرح لنا اياها انا هم ما اعرف
انت قلت 440 انا قلت لك احتمال 437 ونص اوكي والله صحيح والله منطقيا دماغي حللت هيك طلعت ويلا ثقه بعيد لنا اياها دكتور والله ما دكتور هو الكورونا ما اعتقد يصير 1000 مو 1125 لا 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 مو سنتر تو سنتر نصف جدار مو هنا جوعدنا العمود هو ايش راسم لي اياها شوف انا عندي هذا البيم تمام وعندي هذا البيم صحيح بهذا الشكل صحيح هذا يعني هذا المقطع عندي راسم لي الكولوم هو مطيني السنتر لاين مطيني السنتر لاين البعد سنتر لاين شوف هذا السنتر لاين الى الحافه هو 1 متر بينما العمود اللي احنا اشتغلنا عليه كان بهذا الشكل العمود يعني منا الى هنا فهو ايش مطيني قايل لي سمك الجدار 24 سنتيمتر عفوا قايل لي سمك الجدار هنا 24 سنتيمتر هذا هنا هو 24 سنتيمتر ومطيني البعد من السنتر لاين الى حافة العمود الثانية يعني الجهة المقابلها كاتب لي هنا 1 متر كاتب لي هنا 1 متر اوكي دكتور هاي الواحد من السنتر لاين مال البيم اي من السنتر لاين عبالي من الحافة مالته اي تمام فلانه دائما الجريد استاذ عبد دائما الجريد يعطيني سنتر تو سنتر لانه من هذا الجريد اللي راح اشتغل على الاسس اشتغل عليها الاسس الشريطيه المسارات مال الجدران كلها امشي على السنتر تو سنتر فلهذا السبب دائما احنا نشتغل كسناتر وبعدين نشتغل كابعاد اوكي دكتور تسلم ايه لا العفو استاذ تمام نرجع للشكل مالتنا كملنا هسه احنا حاليا البيم الكولوم يبقى عندي السلاب اوكي نخليها على المحاضره الجايه هسه احنا كملنا 9:47 دقيقه يعني تعبناكم شويه خلنا زايد تعبناكم اليوم تمام اوكي العفو دكتور بلا زحمه عليك الكولومات الطرفيه هسه احنا بدنا نرسم على جريد لاين الكولومات ده تصير بالسنتر غير ندخلها تصير من ضمن الجريد لاين اي صح ولا لا عليها مثل هاي شلون هسه احنا شلون حركنا هذا الكولوم هذا اوكي اكيد هاي طالعه برا ننزل يعني هذا طالع يعني ما يأثر بالتحليل بالتصميم والتحليل غير لا يأثر هو حقيقة بس احنا شو نقول المحاضرة الأولى هاي هذا المثال الأول فما نريد كل يصير عليكم صحب يعني يصير عليكم هوسة فاحنا يعني نصير هذا شوية ويعني تاخذون المفاتيح الرئيسية انه وراها تبدي الاستبنس فاكتور الموديفاينج غيرها هاي كلها تاخذها بنظر الاعتبار بعدين شوية هاي اوكي تمام نعم دكتور نعم استاذ سؤال انا عندي هسه حاليا من سحبناها للعمود وانا كتبنا 437 ونص من دادوس ابلاي ما دا يفعل لي الابلاي يعني ما دا يقول لي not selected object found received alignment يعني معناته اللي أشرته المكان هو انسحب عندي بس ما دا يقول لي أوكي لو close لو apply زين سوي له control Z اندو تمام أشر عليه بهذا الشكل تمام when the frame selected من قائمة assign frame insertion point inserted point تمام اوكي insertion point اختاره اهم شيء global يكون global لانه هنا البعد ترى بالمليمتر اذا تلقي ابعاد كلش صغيره بالمتر ما ياخذها يعني هو ياخذها بس يبقى كلش صغيره فهنا البعد بالمليمتر تلقي 437.5 بالاكس والواي يعني عفوا بالنهايه الاولى وبالنهايه الثانيه يعني بالاند اي والاند جي ما اعرف شنو كانت المشكله بس هسه صار سويت ريفيل يا عم خالد انزين صافي اكيد ما يخالف اهم شيء يصير اوكي
وراها رسم ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله باشر عن رسم الاسلام. هذول اوامر رسم الاسلام هذول الثلاثه حقيقه، وهذا الدرو بانل واذا عندي، فراح اشتغل بهذول راح ارسم الاسلام، بعدين اسوي الروبليكيت او الكوبي للطوابق البقيه، اعرف الاحمال. طبعا احنا عندنا بعد تعريف الاحمال الديد لود واللايف لود، اوكي، ونسوي كومبينيشنز ال 1.2 ديد لود 1.6 في اللايف لود، انا بنحسب الالتيميت، ووراها راح نشتغل عمليه الانالايز ونشتغل عمليه الديزاين. اوكي زين استاذ سؤال